جيت لقيت جاج مهرس، لقيت الناس ديال الجيران كاملين، الطوموبيله مهرسه، الكارته هو مهرس، جاو داروا هجوم على هاد الزناقه كاملين هنا والزنقه الفوق. اللهم انا هذا اول مره ولا خويا انا ما فراسي والو، انا ما نكذبش عليك، انا ناعس في الدار صونوا عليا قال لي رموك ديك تهرس، عاودت نشوف لقيت كلشي مهرس لي الدجاج، كنصعب راسي انا قال لك تهز الزنقه لهي الفوق راه شي 40 واحد درتو ديكلاراسيون مازال اخويا جاو البوليس ضربوا دويره ومشاو. ما دابا خاصنا نقيدو كوسطا مع مجهول، ما لقينا حتى واحد ما من غندويو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نتيجي حسن نائب الرابط الحسني لحقوق الانسان، حنا سنكرو هاد العمل اللي داروا هاد الوليدات هاد اليوم، وتنطلبوا الناس ديال الامن باش ياخذوا الناس الحقوق ديالهم. ان هاد المواطنين فوق 25 سياره اللي تهرست في هاد الليله، وتنشوف واحد السيد مسكين صاعق ديال الكار ديال الترونسبور عايشد الليله الطريق دابا، وتهرس ليه الطنور الكاميو ديال الكار ديالو، وبعض الطاكسي واحد من الطاكسي مسكين تا هو الحاله ديالو كاري طاكسي، كان لي طاكسي مهرسي لي جاجه ديالو عيخلص مسكين تا هو ما عندوش لاسورونس، ما عندوش لاسورونس ديال التوريس. وهذا السيد تنستنكرو تنطلبو من الناس ديال الامن ديال مقاطعه عمل حي الحسني باش يدخلوا ياخذوا الناس الحق ديالهم. فوق العدد ديال اللي قالوا لنا الناس فوق شي 50 ل 60 ديال الوليدات اللي هزين 50 تجمعت بهذه الطريقه. بهذه الطريقه ما فهمناش كيفاش هذا السبب، هازين سيوفه وحجاره، هادشي اللي تيقولوا لنا الناس ساكنه حكومه الراج، وهادشي الناس اللي تيقولوا هاد الهضره اللي تيقولوا لنا الناس. هاد الحاله اللي كانوا هادشي تنستنكروه، ما كاين هاد الوليدات في جامع الدار البيضاء كلها كاين هاد الحالات يوميا، بحال هاد الحالات تيدوروا في الزناقه يشيروا بالحجاره، ونطلبوا من الاباء ديالهم باش يحرصوا على الوليدات ديالهم، هذا الشيء ما تيفرحش. الله ما شاء فعل، يعني حتى تفاجأت دابا الناس تيعيطوا لي تيقول لي التحق بالحافله ديالك، راه هرسوا لها واحد العصابه اكثر من 70 شخص بالسيوف، واحد الحاله خاصه. حتى تفاجأت انا لقيت يعني الزجاج الامامي ديال الحافله تهرس، زايد واحد الانكسارات في الجنب حتى هما لقيتهم. وهذا الشيء زياده ان كتعرفوا السياحه دابا اكثر من عام ونص وحنا واقفين، تتفاجئ ان الزوجه كدير واحد 4 المليون دابا زايد هذه الخساره، وعام ونص انسان واقف ما شاء الله ما عندي ما بقى ما نقول. هذا الشيء اول مره كيوقع؟ اول مره تيوقع، يعني تتشوف الناس اكثر يد كلهم كلاو العصا، اكثر من 10 طوموبيلات زايد واحد الشاحنه حتى هي هنايا، يعني هذا الشيء بزاف ولات سيبه بمعنى اخر الكلام غنقولوا ان السيبه ولات في البلاد، على ان الشاحنه ديالك البوليس بانوا لي داروا هنايا، ولكن واش جاو واش ما سولونا على حتى حاجه، داروا خدمتهم ورجعوا. شي واحد اللي بان لهم تيقمطوه، فهمتيني؟ ما فهمش هاد الناس مسكينه السيبه في البلاد ولا شنو، ما فهمناش هاد الناس هادو مالهم، حنا مريحين في ديورنا، تتم وجينا هما تقريبا واحد 100 واحد، اللي جا قدامهم اللي وراهم تيضرب، اللي هز الجناوه، اللي هز المقاطع، اللي هز سميتو العصي، وما فهمناش هاد الناس هادو كيفاش اللابق ديالهم. حنا مريحين في ديورنا، تما هجموا على الناس ما فهمتش، فين كاين المشكل؟ واش كاين السيف في البلاد ولا شنو؟